السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، أهلا بيكم حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية باستخدام برنامج الجلوبال مابر. التطبيق اللي هنشوفه النهاردة بيفيد ناس كتير، خاصة الناس اللي شغالة في المساحة والتعدين، وهو إزاي إن احنا نحسب كميات الحفر والردم أو كمية أو حجم تشوين معين من خام معين. معانا بايل، أول مثال السيرفي بتاعه هنفتحه عادي في شيت اكسل، هو موجود في شكل سي اس في. هنلاقي إحداثياته زي ما احنا شايفين، البيانات بتطلع من المساحة اكس وواي وزد، إحداثيات الاكس والواي والإليفيشن، البيانات اللي احنا بناخدها من جهاز المساحة. هنحمل البيانات دي على برنامج الجلوبال مابر، بناخد بس السي اس في على طول مباشرة وبنسحبه ونحطه جوه البرنامج، بيجيب لنا القايمة اللي قدامنا دي، وهو ازاي ان احنا نحمل اي ملف اسكي او تكست. في الحالة دي هنقول له بوينت اونلي او الاوبشن، واحنا عندنا احداثيات الاست الاول، والاست بادئة من اول عمود على طول، فمش هنسيب اي عمود. بعدين هنقول له اوتو ديتكت، وعندنا في الهيدر اول كولم او اول رو في الهيدر، هو اللي فيه الهيدر بتاعنا. وبعد كده هنقول له تريت 3 دي كوردينيتس عشان ياخد الاليفيشن، وبعدين هنقول له اوكي. اوكي بنختار النظام الاحداثي المستخدم، هنلاقي حمل معانا النقط بتاعتنا على البرنامج في شكل بوينت عادي خالص. البايل دي 9175 نقطة السيرفي بتاعها، وكل نقطة لو لاحظنا تحت هنا هنلاقي بيقرا الاليفيشن بتاع كل نقطة. دلوقتي أول خطوة هنعملها إن احنا نكريت السيرفيس أو السطح من خلال النقط دي. خطوة بسيطة أوي، إن احنا كليك يمين على البايل سيرفي وهنقول له لاير، وهنقول له بوكس أو كفرج عشان يعمل لنا كفرج بوكس حوالين النقط بتاعتنا. الأوبشن الأولاني بيقول لو انا عايز اعمل ريكتانجل فاقول له يس، هيعمل لي شكل مربع او مستطيل. لو قلت له نو فهيعمل لي شكل بوليجون. انا في الحاله دي عايز اعمل بوليجون فاقول له نو، واختار السموث او الروفنس فاخليها روف شويه عشان يقرب قوي من النقط ويرسم لي اريا حوالين النقط بالظبط، وبعدين هقول له اوكي. هنلاحظ هنا عمل لير جديده فيها الاريا بتاعتي زي ما احنا شايفين، رسم اريا حوالين النقط بتاعتي باستخدام التول بتاعة الايديت من هنا ديجيتايزر تول، وهختار الاريا دي عشان تبقى هي الاريا اللي انا هشتغل جوه. وبعدين اظهر البوينت، كليك يمين واقول له اناليسز كرييت الفيجن جريد فروم 3 دي فيكتور ليدر داتا اللي هي البايل سيرفي، واقول له اوكي. وفي الحالة دي هروح على قائمة جريد بوندز وهقول له كروب تو سيلكتد اريا عشان يعمل لي الجريد جوه الاريا اللي انا مختارها، وبعد كده اقول له اوكي. هنلاقي هو هنا عمل لنا نعمل اخفاء للبوينت، عمل لنا البايل بتاعتنا كريت لها سطح زي ما احنا شايفين. لو انا رحت شفتها في الثري دي نعمل بس فول سكرين، هنلاقي دي البايل بتاعتنا اللي مرفوعة من الشغل المساحة. احنا دلوقتي لو عايزين نحسب الفوليوم بتاعها الخطوة بسيطة قوي، ان احنا هنختار الاريا اللي احنا كريتناها دي، هنختارها برضو بالتول بتاعت الديجيتايزر، وهنقول كليك يمين وهنقول له اناليسز وهنقول له بايل فوليوم. هو هنا يحسب لنا في الحالة دي الفوليوم بتاعة الكوما دي أو البايل ده على طول باستخدام الأريا اللي احنا مختارينها على طول. خطوة كليك واحدة التقرير بيطلع لنا من البرنامج، وأعمل له اكسبورت تو سي اس في وأحفظ التقرير بتاعي بايل وأقول له سيف. خلاص هنروح على الفولدر بتاعنا، هنلاقي
التقرير بتاعنا موجود فيها زي ما احنا شايفين، تقرير مستفيض عن الحسابات اللي هو حسبها، الكالكوليشن اللي هو حسبها. الحسابات في الجلوبال مبرر دقيقة جدا يعني، لأبعد حد بتطلع حسابات فعلا فعلية ومنطقية. ده بالنسبة للتطبيق الأولاني. ممكن نشوف بقى التطبيق التاني في حالة لو أنا عندي سطحين، عندي رفع مساحي قديم ورفع مساحي جديد، وعايز أشوف الفوليوم اللي اتغير ما بين السطحين دول في فترة معينة. احنا عندنا سطحين جاهزين، سطح مساحة رفع مساحة في 2016 ورفع في 2017 لنفس المنطقة. ولو احنا عايزين كاريت برضو السطح بنفس الطريقة، بنجيب النقط بتاعة المساحة في شكل سي اس في اكس واي زد، وبنعمل نفس الحكاية زي ما عملنا في ان احنا نعمل الباين. هنفتح السطح الاولاني اللي هو 2016، ده رفع مساحي لمنطقة معينة في 2016. السطح الثاني في 2017 هنفتحه على طول، هو موجود في شكل جريد، وده 2017. لو شفنا الفرق ما بينهم هنلاقي كمية الفوليوم أو الحفر الردم اللي حصلت في الفترة دي أو التغير بين السطحين. احنا دلوقتي لو عايزين نحسب الفوليوم أو نحسب ايه التغير اللي حصل بين السطحين دول، احنا ممكن نستعرض الأول المنطقة بتاعتنا في 3D. هي العملية تمت على مرحلتين، دي كانت المرحلة الأولى البت الأولى، ودي كانت المرحلة التانية اللي هي الأوبن بت التانية. لو احنا عرضنا ال 2D وال 3D مع بعض زي ما احنا شايفين كده ونشوف ايه اللي حصل، هنعمل إخفاء من هنا للسطح بتاع 2017، هنلاقي السطح القديم ونرجع نظهره تاني. ده التغير اللي حصل في المنطقة بتاعتنا أو الفرق بين الاتنين رفع مساحي. الخطوة دلوقتي إن أنا محتاج أحسب الفوليوم إيه اللي حصل في المنطقة دي. الخطوة دي هنعملها من خلال أناليسز، قائمة أناليسز، وعندنا أوبشن اسمه Measure Volume Between Service. هختار الأوبشن ده، الأوبشن بسيط قوي والخطوات بسيطة. إن أنا بختار الأول السطح القديم، وبعد كده بختار السطح الجديد، وبختار الوحدة اللي أنا عايز أطلع بيها الحسابات بتاعتي. أنا في الحالة دي هقول له متر مربع، متر مكعب سوري، وبعدين هقول له أوكي. هيعمل البروسيس ويطلع لي الريبورت بتاعي، هيقول لي الفوليوم القد فوليوم والسيرفيس اريا اللي حصل فيها القد والفيل والسيرفيس اريا اللي حصل فيها الفيل، الافريج زد والماكسيمم والمينيمم بالنسبه لفروق الارتفاعات اللي حصلت في المنطقه. وبرضو هو على طول اوتوماتيك نسخ لي التقرير ده في الكليب بورد لو انا محتاج استخدمه في التقرير بتاعي. برضو نفس الحكايه، ممكن اعمل نيو واعمل تكست فايل واعمل كنترول في، هلاقي البيانات اتنسخت معايا في التكست فايل زي ما احنا شايفين، باخدها بعد كده وبحطها في التقرير بتاعتي. ده في حالة لو انا عايز احسب ايه اللي حصل في التغير في المنطقة كلها. طب انا لو عايز اعرف ايه اللي حصل في كل فيز من دول، او الفوليوم كمية الحفر الردم اللي حصلت في كل فيز من دول، هفتح الباوندر بتاعت الفيز بتاعتي موجود عندنا في شكل دي اكس اف برضو من خلال بيانات المساحة، وبعدين نختار النظام الإحداثي. هنلاقي دي فيز واحد ودي فيز اتنين فيها اتنين فيتشر. لو احنا دبل كليك عليها هنا وغيرنا الستايل، خلينا مثلا اتنين، وخلينا اللي الكالر بتاعه يبقى كالر مميز شوية وليكن أحمر، هنشوف حدود اللي حصل. دي فيز واحد ودي فيز اتنين. في الحالة دي لو انا عايز احسب الفوليوم جوه كل فيز من دول، لازم اكون مختارهم، اختار دي وكنترول في الكيبورد واختار الفيز التاني، وبعدين هعمل نفس الاوبشن تاني اناليسز وهقول له ميجر فوليوم بتوين سيرفيس.
هنلاقي هنا هيدينا رسالة بيقول إن أنت عايز تحسب الفوليوم جوه الأريا اللي مختارها، كل أريا لوحدها سيبريتلي، فهقول له يس. وبعدين برضه هختار السطح القديم، بعدين السطح الجديد واليونت، وبعدين هقول له أوكي. هيديني في الحالة دي تقرير لفيز واحد اللي هي دي، ومديني التقرير بتاعها، وكذلك ممكن أعمل لها سبورت تو سي اس في، وأقول له ريبورت تو مثلا كلوز، ونروح نفتحه على طول. هنلاقيه موجود هنا اهو، وهنلاقي فيه تفصيل لكل مرحلة، وفي الآخر مديني التوتال بتاعي اللي هو 175,000 متر مكعب والبيانات بتاعتنا. ده ببساطة تطبيق لو احنا هنستخدم برنامج الجلوبال ماور في حساب كميات الحفر والرد، سواء لبايل أو سواء لفرق بين سطحين زي ما احنا شفنا رفع مساحي في 2016 و2017. ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا على اليوتيوب، وأعلننا من فترة عن دورة في برنامج جلوبال مابر، دورة احترافية. لو حد حابب يحترف البرنامج ممكن تسجله، هتلاقوا تفاصيل الدورة والإعلان بتاعها موجود في الديسكريبشن مع الفيديو، والإعلان على الفيسبوك. نشوفكم في حلقات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.